لوحات نابعة من فصول المقاومات الشعبية توثق ما خاضه الشعب الجزائري لانتزاع حريته بريشة فنان ملتزم طالما كانت لوحاته واجهة لهيئات رسمية. أنا مناظر جلبوني وقريت بزاف، نقرأ على أبو عمامة، على أبو زين القلعي، على الأمير عبد القادر، فهمت؟ نشوف بون الشارع هو اللي خلاني نرسمه، والواقع خلاني نرسم الواقع أترافير القصص تاع جدودنا تاع ناس كبار. جمع يقول لي إيه يا وليدي، هاك شوفي هذا البلاصة هنا، حرقوا ربعة فلان وفلان 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 وفلان، كلوحة نقول هذه وين؟ واحد العام ليمونة قاع كاملين في الطحطحة لهنا، واللي مات واللي عاش هنا، تأثر عليا وليت نرسم في المقاومة. تحف فنية دققت للتاريخ بوضع المشاهد بين بنادق وعماء شاهدين لإيصال رسالة المقاومة عبر الأجيال. الجاي القادم إن شاء الله حذاري، تاريخكم لازم ينحط، الجزائر غالية بزاف، عندنا كنوز والله ما يعرفوها أولادنا ما يعرفوهمش. نطلب من المؤرخين، من الشيوخ الكبار، يمدوا تاريخ في كل منطقة عندها تاريخها، كل الجزائريين تمحنوا، لازم نورو، لازم نطلب من الرسامين، من المؤرخين، من الناس السينما، لازم قصص، لازم نجبدوا تاريخنا. لوحات أبدعت في تصوير بنادق وسيوف المقاومين أصبحت مرجعاً للجيل الجديد من الفنانين. كي كبرت شوية لقيت باللي راهو بابا يوصل رسالة أكثر من يوصل في رسم، وهذه حاجة خلت موتيفاتني أكثر باش ندخل في اللوحة الزيتية، وخلتني يعني نحب لي بورتري، نحب لابينتشر ألوير. بالأب تاعي اللي وليت نعرف المجاهدين، وليت نعرف الطوار، وليت نعرف اللباس تاعنا التقليدي، وليت نعرف الأكلات، وليت نعرف هذا الحوايج كامل. يعني دخلت في الفن ومام طون عرفت التاريخ تاعنا. المقاومة في اللوحات الفنية فن ملتزم يرسخ لماض قد جزائر في سبيل نيل الحرية.